الحقيقة يعني نكاد نكون ما سيبناش معظم هذه النتائج بتاعت الدراسة، تقريبا احنا يكاد يكون قلناها كلها، ودي فيها صعوبة لان حجمها كبير شوية. نتكلم على الجزئية الاخيرة منها، وبنقول عندما حددنا تأثير المعايير الأيضية على الحفاظ على الإدراك لدى الأشخاص اللي بتزيد أعمارهم عن 60 عام، لاحظنا أن التحديدات الأيضية بما في ذلك بيتكلم تاني على مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم، عشان كده احنا شيرنا فيديوهاتهم بصوا حضراتكم عليها، مما يدعم دور التنظيم الأيضي في الحشوية ونسبة كتلة العضلات، هي مؤشرات جيدة بنسبة درجات الحفاظ على القدرات المعرفية. زي ما قلنا تزيد كتلة العضلات وينخفض مؤشر كتلة الجسم وكثافة الدهون، تقدر الإشارة لأن الدراسات السابقة على المرضى أظهرت ارتباطات مهمة بين السمنة وتغيرات الدماغ اللي تم الكشف عنها بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي، وكذلك بين الاضطرابات القشرية والأيضية منذ سن مبكرة. وعلاوة على ذلك أظهرت الدراسات السابقة اللي أجريت على نماذج الفئران أن الظروف الأيضية الأسوأ بترتبط بمعدلات أقل من تكاثر الخلايا المركزية وزيادة معدلات تكوين الخلايا العصبية والتقدم في ضعف الإدراك. وقد لاحظ أنه أثناء الشباب بيحاول نظام الجسم تعويض تكوين خلايا عصبية جديدة لدى الفئران الصغيرة، ولكن هذه القدرة بتتضاءل لدى البالغين وكبار السن، وخاصة في وجود الخرف مثل مرض الألزهايمر. وأظهرت الدراسات البشرية اتجاها مشابها وتشير لأن السمنة ومرض الألزهايمر بيشتركان في نفس الآليات العصبية التنكسية، مما يعزز بدور تسريع العملية التنكسية على المستوى المركزي. وفي المجمل بتشير دراساتنا المحدودة لأن السمنة أو كتلة الدهون الزائدة بتعمل على تسريع تقدم الشيخوخة في الدماغ، بما في ذلك فقدان المرونة العضلية العقلية فضلا عن فقدان كتلة العضلات، كما ينعكس في الملخص البياني. ومن المثير للاهتمام أن المعايير الأيضية قد تتنبأ جزئيا بالعديد من هذه التغيرات، وبالتالي فمن المعقول التحكم في المعايير الأيضية المرتبطة بالسمنة لدى كبار السن، يمكن أن يحسن السيطرة على المرض وتوقع الخرف. دي جزئية مهمة جدا، إن أنا أتحكم بالأخص بالنسبة لكبار السن على البودي ماس إندكس، أحافظ على كثافة الدهون، أحافظ طبعا يكونوا منخفضين أو وزن زي ليميت، وفي نفس الوقت كتلة عضلية مناسبة، ممارسة رياضة، وفي نفس الوقت ممارسات عقلية أنزل أتناقش مع الناس، وده اللي يساعدني على البعد عن الخرف. مع السلامة.